فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. كنا في الحلقة الماضية في ذكر المؤلف رحمه الله لحديث لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ووقفنا عند قوله: ولكم عليهن أن لا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من المعلوم كما ثبت في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع ثلاث خطب: الخطبة الأولى بعرفة بعد زوال الشمس أو قبل أن يصلي الظهر، الخطبة الثانية يوم النحر في منى، الخطبة الثالثة يوم النفر وهو اليوم الثاني عشر النفر الأول. وفي كل خطبة يبين لهم صلى الله عليه وسلم أحكام المناسك، ويبين لهم أشياء غيرها مما هم محتاجون إليه، وهي الخطبة العظيمة البليغة التي بين فيها صلى الله عليه وسلم قواعد الدين وأركان الملة وأحكام التعامل وتحذير من ما يحيط بالأمة من أخطار، ورسم الخطة التي تسير عليها الأمة في مستقبلها إلى أن تقوم الساعة، وهي خطب حضرها الجم الغفير من المسلمين من جميع الجهات من قبائل العرب، فوعوها وحفظوها وعملوا بها وبلغوها لمن خلفهم. قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن أول هذه الخطبة المباركة، وانتهى بنا الأمر إلى هذه الجملة.